حرارة أثارا بالغة على البشرة، فالتعرض للشمس خاصة خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة له آثار سيئة وطويلة الأمد كالاسمرار الشديد والبقع والحروق. أما أبرز سبل تجنب هذه المشاكل فهي بفصل الصيف ينصح بلبس الألبسة القطنية والفضفاضة لتجنب حدوث تعرق والتهابات الجلد الناتجة عن التعرق والحرارة، كما ينصح بارتداء نظارات الشمس التي ليس فقط تحمي العينين من أشعة الشمس، أيضا تحمي الجلد حول العينين من أشعة الشمس وتقي من حدوث التصبغات. يجب اختيار واقي الشمس المناسب لكل بشرة، فهناك بشرة دهنية وبشرة جافة، ولكن بشكل عام واقي الشمس يجب أن يكون عامل حماية فيه 30 فما فوق. يجب وضع واقي الشمس مدة 20 دقيقة قبل التعرض للشمس، وإذا كان تعرض مستمر فيجب تكرار تطبيق واقي الشمس كل ساعتين لتتم الفائدة القصوى من واقي الشمس.